الحضور ديالي هنايا مع السي الناصري حضور جميل، لان كاين بعض الفنانه اللي غادي يكرموهم، وانا باقي ما عرفتش شنو غادي يكون، ولكن ان شاء الله ما يكون غير الخير، حيت الناصري ملي كيدير شي حاجه كيديرها زوينه، حيت خدمنا معاه وعاودنا معاه راه سنين، والناصري بحال خويا وكنعرفو مزيان. والحضور الكريم ديال الرياضيين اللي كاينين ديال الفنانه والممثلين والمغنيين كلهم كنشكرهم، والله يدوز هاد الليله بخير وعلى خير، وان شاء الله نتمنوا لهم الخير. السلام عليكم، معكم رضوان عبيد رئيس مجموعه عبيد المعروف بالبركه. اليوم جد سعيد بالوجود ديالي في هذا الحفل اللي كيتم فيه تكريم رياضيين وفنانين. كنشكر سعيد الناصري وسي سعيدي على الدعوه ديالهم لهذا الحفل اللي كنتلاقى بيه مع فنانه كبار ورياضيين كبار وصحفيين ورجال الاعمال ديال المغرب. فنهار كبير هذا اللي عادي مش عارف شنو كيتواجد اليوم، كنتمنى البادره بانه نشوفوا شغل في كازا، نشوفوا في مدن اخرين، علاش لا في الرباط، في طنجه، فاس، اكادير، بزاف ديال الفنانين اللي محتاجين في هذا المدن بحال البادره هذه. فبرافو برافو برافو عليكم، تحيه كبيره لجميع الصحفيين المغاربه اللي كيحاولوا يوصلوا الاخبار هذه للمغاربه بشكل كنعرفوا بان باقي المغرب زوين، باقي التلاحم، باقي المغاربه ايد في ايد، نتعاونوا مع بعضياتنا. تبارك الله عليكم، كان لي شعار من الوطن الملك. هو صراحه هذه النسخه الخامسه ديال هذا الحفل اللي كيشرف عليه سعيد الفنان الخبير سعيد الناصري، له يعني واحد الدور خاص، لانه كاين هناك شراكه مع الجمعيه الرياضه والصدقه اللي كنتمناو لها كاملين، حنا واحد العدد ديال الرياضيين واللي كتكرمنا بطبيعه الحال بعض الفنانين والرياضيين. وصراحه هذا انا كنرفع قبعه الاحترام والتقدير لكل الناس اللي شاركوا، من الاصدقاء من الاحباب اللي عاونوا باش يكون هذا الحفل بهذا المستوى هذا. وهذا طبيعي، يعني ما معطيش لكل شيء، هذا من شيام ومبادئ وقلوب رحيمه وعقول مستنيره. وكنتمنى الله سبحانه وتعالى يعني هذا الحفل يتكرر سنوات وسنوات، لانه مهم ومهم بزاف. كما شفتوا رشيد بريه حاضر في هذه المناسبه، هذا الحفل ديال نجوم الشاشه اللي كيتنظم كل سنه طرف الاخ الصديق العزيز سعيد الناصري. فلما اتصل بيا وقال لي باش نكون حاضر معاهم في هذه الليله، فما ترددتش وانا جيت من طنجه، جيت كازا باش نحضر معاهم في هذا الحفل وباش نكرموا بعض الفنانين وبعض الرياضيين اللي عطاو الكثير والكثير والكثير لهذه البلاد، فنتفكروهم في هذه الليله. والانسان بعدا كما قال لك ولوهم معنويين باش كيحسوا بان حتى هما راهم واحد من هذا المجتمع وباقي البصمه ديالهم في هذه الحياه وفي هذه البلاد. الحمد لله انا بحال هذه المسائل الاجتماعيه او الاعمال الخيريه، فانا ديما حاضر، ديما كنكون حاضر، والحمد لله قال لك دير الخير وانسى ما تعرفش فين فوقاش تلقى. ونتمنوا هذه الليله تدوز بخير وعلى خير، كما شفنا تبارك الله الجمهور كاين اللي راه ما لقاش من غادي يريح، ووجوه رياضية اللي كيعرفها الجمهور المغربي عامة كلاعبين ديال الرجاء البيضاوي ولا عزيز بن دربالة ولا الفنانين اللي نطلبوا لهم الشفاء العاجل واللي باقي بالصحيحة ديالو يطول العمر ديالو. وهذا الشيء اللي كنقول لكم، وتحياتي للأصوات اللي ديما حاضرة معنا في جميع المناسبات، وكنحييكم رشيد بالرياح. شكرا لجريدة أصوات لحضورها لهذا الحفل ديال ليلة نجوم الشاشة في دورته الخامسة. كيفما شفتوا كيفما شاف جميع الحضور، كانت أجواء جد حماسية، أجواء جميلة، أجواء فنية ورياضية بحضور كبار لاعبين المغاربة، سواء فريق الوداد البيضاوي أو فريق شباب المحمدية أو فريق الرجاء البيضاوي. شفنا الجائزة الكبرى ديال ليلة نجوم الشاشة اللي كيسهر عليها الفنان سعيد الناصري، واللي كنشكرو من هذا المنبر هذا، وهي شقة اللي خداها السي عبد الله رحموش اللي هو لاعب كبير وكلشي كيعرفو. صراحة كانت أمسية جد سعيدة جدا وجميلة،
حضور جميع رجال الإعلام ورجال الأعمال أيضا وجميع الفنانين. شكرا لجريدة أصوات على حضورها أيضا وتغطيتها لهذا الحفل ليلة نجوم الشاشة في دورته الخامسة. احنا كنعلموا التلفزيون القناة الأولى والثانية احنا عندنا مشكل كبير. سعيد النصيري خلق لهم مشكل لأن هادشي اللي كندير أنا خص ندير التلفازة وديروا الوزارة الوصية وديروا لأن هذا حياة الفنان اللي هما بالعامي ما تيجيوش وهذا أمر من الرئيس ديالهم ولا من المسؤولين ديالهم أنهم ما باغينش الفنان أنه يكون عندهم مستوى مزيان وأن الجمهور المغربي يعرف الفنان كيفاش عايش الظروف اللي كيعيش فتحاولوا أنهم ما يحضروش لهذه المناسبات كيحاولوا أنهم يتمسونا ويتمسوا الفنان المغربي. لكن إحنا مستمرين وغادي نبقاو نكرموا الفنانة ديالنا والرياضيين ديالنا ونهزوا بهم بفضل الجمهور ديالنا وبارك عليا أنا غير المنابر الإعلامية ديالكم يعني بارك عليا المواقع والصحافة ديالنا راه هما كلشي التلفزيون بيني وبينك هادشي غيوصل غيوصل لأن راه كلشي دابا كيشوف الواتساب وكلشي كيشوف كل كيتفرج التلفزيون التلفزيون ديالهم يغملوه أنا تنقولها لهم واخا ماشي ديالهم ديالنا ديال الشعب ولكن هاد المسؤولين اللي كاينين فيه حرام عليهم هادشي اللي كيديروا لأنهم تيحرموا المواطن المغربي باش يشوف بحال بحال الحفلات وبحال السهرات ويشوفنا كنحتفيو بالفنان المغربي وبالرياضي المغربي ويشوفنا وحنا كنتعاونوا مع بعضياتنا حنا الفنانين لأنه ولاو ناس أغرب هما اللي كيستافدوا من التلفزيون الناس اللي ما عندهم حتى علاقة بالفن جاو ما عرفناهمش منين داروا شركات وتيمصوا في الدم ديال الشعب وتياخذوا فلوس الشعب. إلا كان هاد الناس ديال التلفزيون كنعرفهم أنا رجال وكابابل وقادين على التلفزيون وهاد الناس اللي كيمثلوا دابا في التلفزيون أولا كيغنيو أولا اللي بداو يزينوا هما إلا كانوا كابابل يجيبوا لهم لي سبونسور ويخدموا كيما كنديروا حنايا أنا بلي سبونسور باش عايشين هذا كيبعني أننا الاسم ديالنا كبير ماشي يجيك سبونسور إلا داروها في التلفزيون جام سبونسور واحد على داكشي اللي كاين أنا نقطع يدي هما معتمدين على سيفونسيون ديال الدولة على فلوس الشعب باش يخدموا التلفزيونات ديالهم فلهذا ما تيحضروش معنا لأنهم ما يقدروش يديروا بحال هادشي ولكن حتى التلفزيون واش يقدر يدير حفل بحال هذا وأنه يهدي شقة الفنان أو الرياضي في حالة مزرية أو ليساعد فنان أو لا هذا ما كيديرهاش رغم أن الفنان هو اللي بنى التلفزيون فأحمد الصعري هو من الناس اللي بناو التلفزيون أحمد الصعري صلاح الدين بن موسى هذا الرياضي اللي الآن فاز بشقاء اللي هو السي عبد الله حموش هو اللي كان من المدافعين الكبار ديال الرياضة عند الرجويين وكان في الإطوال قبل الرجويين كلهم كانوا الوداديين كلهم كانوا حاضرين الرياضيين كلهم كانوا حاضرين كلهم جاوا من المدن بعيدة وقدام اللي هزوا أول كرة ذهبية اللي خداها فرس فرس حضروا في المحتفل شكون اللي كيسول على أحمد فرس هذا هو المشكل ديالنا اننا كنبركين تنطلسوا في التاريخ ديال المغرب لا في الرياضه ولا في الفن حسين بن ياس اليوم انتم شفتوا التكريم ديالو كان فرحان قلت لك احمد الصعري الناس خصهم اللي زعزعهم ولكن اللي غيزعزعهم ما عرفناش شكون لانهم هما اللي ما زعزعوش الضمير ديالهم فانا كنقول ان ضميرهم ميت الناس ما عندهمش ضمير حي لو كان عندهم ضمير حي وعندهم روح ديال الوطنيه كانوا غادي يكونوا حاضرين معنا ويدعموا بحال هاد الاعمال هادي ويدعموا الفنان المغربي انا ما تنقولش حيت انا كاين انا بدا نموت او لا وقع لي شي حاجه كنتمنى ان شباب اخرين او ناس اخرين من بعد مني انهم ياخذوا المشعل ويكملوا هذه المسيره هذه ونبقاو نحتفيوا بالفنان الحمد لله الان وصلنا اننا نقدروا نسكنوا 7 أو 8 ديال العائلات خلال 4 سنوات فماذا بيا لو كانت مثلا واحد 10 ولا 12 حفله كدار بحال هذه وكل حفله كناخذ نسكنوا فيها واحد او لا جوج وراه الان بعدا المغاربه الفنانين كلهم او الرياضيين ولا كلهم سايلين الكرامه ديالهم وساكنين في اماكن مزيانه وعايشين مزيان فانا كنقول للتلفزيون ديك المليار اللي كيحط يخرج منه 100 مليون يقدر يسكن به 5 ديال الناس الشقه راه كتسوى 25 مليون شنو هو الرد ديالك ديال على الانتقادات اللي كيقولوا انه سعيد النصري ما بدا كيدير هاد الجوائز التكريميه ولا حتى حيدوه من التلفاز عاد ولا كينتقد لا بالعكس انا هادي درت هادي دابا انا ارى رابع سنه خامس سنه يعني قبال انا اخر عمل ديالي كان في هادي 3 سنين يعني بالعكس وماشي هادي اول مره الحمد لله انا دائما ما كنديرهاش بوحدي باش تعرفوا راه ماشي سعيد النصري بوحدي سعيد النصري راه مع ناس مع واحد الجوقه ديال الاعلاميين اللي عندهم ضمير وتيبغوا بلادهم معايا مجموعه ديال الفنانين اللي عندهم ضمير وتيبغوا بلادهم وعندهم وطنيه قويه وعندي ومعايا فنان رياضيين اللي عندهم ضمير وعندهم وطنيه وتيبغوا بلادهم كلهم معايا وكلهم كيتساعدوا معايا باش نقدروا نديروا هذا سعيد المصري راه مجرد وجه من الوجوه اللي ولا واحد من الناس اللي مشاركين فيه فهاد الناس اللي كيبداو يقولوا انتقادات وتيبداو يسبوا ولا يعيروا
كلهم اعداء النجاح واعداء الفن واعداء الخير. واش كاين شي واحد كيدير الخير وغادي تعيرو؟ اذا انت راك عدو ديال الخير. ميمكنش تعرف غادي يقول حكا راه دار هذه حيت او لا راه دار الملحمه حيت بغى اش بغى ياخذ اي. انا باغي عاوتاني وسام اخر مع صاحب الجلاله، وباغي ان صاحب الجلاله يكون فخور بيا ونكون انا في المستوى ديالو وناخذ حتى 10 ديالو نتمنى من الله. انا وبغيت المغاربه يكونوا تيبغيوني، وكنطمع في الحب ديال المغاربه، وكنطمع في الحب ديال الفنانين خوتي، وكنطمع هادشي كنطمع فيه بغيتو وما كرهتوش وما كرهتش كل الفنانين كلهم يكونوا لاباس عليهم ويكونوا بخير. ولكن تنكره الانتهازيين، وتنكره الناس اللي كيمسوا الدم ديال ولاد الشعب، كنكره الناس اللي كيظلموا ولاد الشعب والفنان اللي كيقهروا الفنان، كنكره هاد الانتهازيين اللي ما عندهمش علاقه بالفن وكيربحوا في الملاير كياخذوا فيهم ديون الدوله ديون الشعب. هذا هو علاش انا اللي كنحارب، ولكن كنحارب بالخير ما كنحاربش الشر. انا ما كنهضرش، انا تنعمل، والناس اللي معايا هما مأمنين بالرساله ديالي وتيتعاملوا معايا. هذه هي الرساله اللي بغينا نوصلوها، وكنظن ان الشعب المغربي عارف. بما انك كتهضر على ابناء الشعب وبعيدا عن المجال الفني، شنو كتقول في الاحداث الاخيره ديال اللي دابا هي طريف من بينها الحديث ديال القطار وعاد المقاطعه والمقاطعون وعاد زيد الحكم ديال المفاوض ديال الصداع الحكم ديالو ديال التفتيشون بالنسبه لك انت شكون خاص يكمل المسكين؟ هو في الحقيقه خاص يدار واحد التدقيق في هذه المساله هذه. انا من ضمن الناس، لان هذاك اللي مات في القطار او اللي ماتوا في القطار هذوك راه خوتي، تقدر تكون امي، تقدر تكون اختي، تقدر تكون بنتي، تقدر نكون انا. فاولا لان السلامه ديال المواطنين المغاربه فهي سلامه ديال الوليدات ديالنا كاملين، لان المواطنين تصب حنا بحال البنيان. الى واحد كنشدوا بعضياتنا حنا بحال الجسم، الى تالم واحد فينا راه غادي يتالم الجسم كله، يعني عضو فينا حنا راه تالم الجسم. هاد الناس اللي اذا كان هناك سبب هو واحد النوع من يعني خص دار بحث دقيق نعرفوا شنو هو السبب. اذا كان السبب فعلا دايروا هذاك السيد خصو يتعاقب، اذا كان السبب دايرينه ناس اخرين او خلل في جهه اخرى خصهم يتعاقبوا، وخص العقوبه ديالهم تكون عبره لجميع سميتو القطاعات اللي كاينه. يعني كيكون وزير ولا يكون كما كان بحال هذيك السيده اللي طاحت عليها حجره في القنطره، واش الواحد غيولي حاضي مع بوطو، حاضي مع حجره، حاضي مع الطلابه، حاضي مع الشفاره، حاضي راه ولينا غاديين في الزنقه وحاضي مع كل شيء، وبقى لنا حتى الصخر حتى هو نحضيو معاه. هذيك الناس خصهم علاش ما كيديروش ما كيقوموش بان كونترول ويشوفوا الحاجه اللي ناقصه ويشوفوا كاين البلايك مقلوبين، كتلقى قف واقفه وما هي ما واقفاش ومكتوبه فاقف، كاين اللي مقلوب ولات فافق. يعني هادشي راه كتدخل للمدينه ما كتعرفش راسك فين كاين انت، ما كاينش وزاره الجهاز خاصها تتحرك، شوف وزاره الجهاز ما كدير والو، فين هما؟ الزناقي كلهم محفرين، اجي حدايا تشوف الزناقي محفرين، كنخلصوا الضرائب ديالنا والزناقي محفرين. وصلنا ان الان ولاو الناس كيموتوا بهاد السنه وبقينا حوادث السير، هادشي كله فين هما؟ فين هي التوعيه؟ فين هو هادشي كله؟ فين هما هاد الفنانه اللي غادي يعيطوا غير لهاد الفنانه اللي تيضيعوا ويعطيوهم ان بيدجي ويديروا هما التوعيه وكلشي يخدم؟ هادشي خصو يكون للاسف الشديد هادشي ما كاينش. وانا جو كوندان اي واحد ما عندوش روح وطنيه، وهذا الخطاب ديال صاحب الجلاله كان واضح، يقول لك بان خص تكون عندنا وطنيه وحبنا لبلادنا. انا ما كانش الحب وما كانش التكافل وما كانش المحبه وما كانش العلاقه الاخويه بيناتنا، راه البلاد ديالنا غادي تمشي، راه تاريخنا غيمشي، راه حنا غنضيعوا. التلفزيون ما تيقومش بالدور ديالو، قول لي ان سبوت بيبليسيتير واحد كيهضر على الوطنيه، كيدوز كيهضر على الوطنيه. انا كنشوف القنوات المصريه كيهضر على الخاطر، من ام مصر ام الدنيا. هذا احنا راه احنا بات الدنيا ماشي غير الدنيا، المغربي تيبغي بلاد، ولكن كيخص دي سبوت بيبليسيتير، كيخص يعني دور البرامج اللي كدوز في رمضان، هذيك هي الوقيته فين يمكن لهم يدوزوا رسائل جميله جدا للمواطنه وحب الوطن وحب الملك وحب البلاد ديالنا، لان بلاد ديال الامن والامان، حبنا لبعضياتنا نتعاونوا مع بعضياتنا. شي خصو يكون دوز في التلفزيون ما كاينش، ولينا كنشوفوا الكلام الساقط في التلفزيون والهضره الخاويه، وهذا الشيء كيضرب في الخاطر. فهاد الناس هادو هما اللي كيجريو على الخراب للاسف الشديد، ومخلين مواقع اللي هي ضد، ما كنتكلمش على المواقع الجميله اللي كتخدم وكتدمر، هما اللي دايرين خدمه التلفزيون. وكاينه مواقع اخرى اللي كتهرس فينا، والتلفزيون غائب، عندنا 8 ديال القنوات، كنخسروا زباله ديال الفلوس في الساتيليت. خصكم تعرفوا ان ملايير كتخلص ليبرجمون ديال لي شين دو تيليفزيون ديال ما عارفينش المغرب، ملايير. هذيك الملايير لاش باش يتفرج فيها واحد مصري؟ اتفرج فيها مغربي، هذيك المره يخسر على المغرب، انا نتفرج غير بالارضيه ما نتفرجش كاع انا لاش. الا بغيت المصري انا غنمشي نشد القناه المصريه، الا بغيت اللبناني غنشد القناه اللبنانيه، انا نخدموا غير البلاد ديالنا. هذيك الملايير اللي كتعطى لا سميتو نديروها القناه وحده والقنوات الاخرين لاش، راه زباله الفلوس. راه كل قناه راه كل ميجا
سولوا هادو قلبوا في جوجل كل ميجا كتسوى تقريبا ما يعادل 100 مليون او 90 مليون باش كدوز سنويا. راه بزاف ملايير ديال الفلوس كتضيع باش نشوفوا اشنو، نشوفوا الخوا الخاوي اولا نشوفوا الاعاده ديال افلام قديمه كدوز السابعه وكدوز هذا. فهذا كلها سياسه اللي ماشي لصالح الاعلام وماشي لصالح التلفزيون. وهذا الشيء علاش كتشوف الاعلاميين اغلبيتهم الان كلهم راهم في المواقع وهذا وسميتو اللي ممكن يكونوا في التلفزيون ويعطوا برامج جميله جدا. هذا هو علاش انا الان تنتعامل مع المواقع لانهم هما اللي عندي وفرحان بهم. والتلفزيون الله ياخذ فيه الحق. ما تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس اسفل الفيديو ليصلكم الجديد.